شيد نشطاء المقاومة الشعبية في جنوب الضفة الغربية قرية تحمل اسم الشهيد الوزير زياد أبو عين منهضة للاستيطان قرب مستوطنة جوش عتصيون المقامة على أراض محذية لمحافظتي بيت لحم والخليل. جاء ذلك خلال مسيرة شعبية سلمية انطلقت في بلدة بيت فجار قرب الأراضي التي أعلن الاحتلال عن مصادرتها بعد اختطاف 3 مستوطنين جنوب بيت لحم قبل أشهر. المزيد في تقرير نبال فرسخ. هنا بالقرب من مجمع غوش عتصيون الاستيطاني المقام على أراضي بيت لحم والخليل، أقام ناشطون في المقاومة الشعبية قرية مناهضة للاستيطان أطلقوا عليها اسم الشهيد زياد أبو عين. نحن في قرية الشهيد زياد أبو عين الذي قتله الاحتلال وهو يزرع الأشجار، هذه الأرض يستهدفها الاحتلال بالاستيطان. نحن نقول أن الشعب الفلسطيني يمتلك السيادة على هذه الأرض. احنا جايين هنا عشان نقاوم الاحتلال بالطرق السلمية، من حقنا احنا كشعب فلسطيني نعيش بحرية، يكون لنا دولة، يكون لنا كيان، ما يظلش الاحتلال جاثم على صدورنا. احتجاجا على سياسة مصادرة الأراضي التي يتبعها الاحتلال، أقاموا القرية هنا في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، قرب الأراضي التي أعلن الاحتلال عن مصادرتها عقب اختطاف 3 مستوطنين قبل أشهر، فنصبوا الخيام ورفعوا العلم الفلسطيني، ولكن قوات الاحتلال حضرت إلى المكان ومنعتهم من إتمام إقامة القرية. جينا لكي نقول لهذا الاحتلال بأننا باقون، بأننا صامدون، بأن هذه الأراضي التي قام الاحتلال بمصادرتها سنقوم بإرجاعها، سنتحدى الاحتلال. الاحتلال يتعامل معنا بقمعنا، بعدم وصولنا إلى الأراضي. الاحتلال يقوم بصد وقمع المتظاهرين. بحاول يهددوا بالناس، بس مهما حاولوا التهديد هذه أرضنا سنستمر. هم بحاول يعتدوا على الواحد، بحاول يستفزوا في الواحد، ولهم استفزازات إنه أنك تخرج من هون، لأن وجودك كفلسطيني في هذه الأرض هم بضايقهم. أعداد كبيرة من قوات الاحتلال حضرت إلى هنا ومنعت الفلسطينيين من بناء القرية، ولكن المشاركين أكدوا أنهم حتما سيبنون قرى أخرى دفاعا عن أرضهم الفلسطينية ورفضا للاستيطان. نبال فرسخ، رؤيا. We'll be right back.